نجاح كبير قوي لمجلس اداره الاهلي. بطولات كبرى في كل الالعاب وفي كره القدم القاب وانجازات صعب اي نادي تاني يحققها. لكن عايز اتكلم عن الكابتن محمود الخطيب. الاسطوره والرمز الكبير. الراجل العاشق للاهلي واللي اتحمل الكتير علشان الاهلي وجمهوره العظيم. الكابتن محمود الخطيب كان نجم كبير قوي كلاعب. وكمان نجم كبير قوي في مجال الإدارة تصوروا أن الكابتن الخطيب كان قاسم مشترك في كل الألقاب بدور الأبطال 11 لقب كان الخطيب موجود من غير ما ينطق كلمة واحدة عن دوره وتأثيره وهو لاعب أخذ البطولة في 82 و 87 وعضو مجلس إدارة في 2001 ونائب رئيس النادي الاهلي في 2005 و2006 و2008 و2012 و2013. وهو رئيس النادي الاهلي في 2020 و 2021 و 2023. وبعد ده كله بيقولوا انه مالوش في الاداره. امال لو كان ليه في الاداره كان هيعمل ايه تاني؟ انجازات كبرى مفيش كلام. بتثبت قد ايه الكابتن محمود الخطيب كان مؤثر وموجود بقوه في كل البطولات. حان الوقت دلوقتي علشان نقول للخطيب شكرا من القلب. وزي ما قال للجمهور يوم اعتزاله في 88 الف شكر. بصراحه عايزين كلنا نقول له دلوقتي الف شكر يا بيبو. الف شكر على كل حاجه حلوه بتقدمها للاهلي. ألف شكر على مسيرتك الرائعة ألف شكر على أخلاقك الرفيعة ألف شكر على تمسكك الدايم بمبادئ الأهل ألف شكر على احترامك لنفسك وناديك ألف شكر على إنكار الذات اللي كل يوم بتعلمه لينا ألف مبروك يا بيبو على اللقب الجديد الغالي وبيبو بيبو الله يا خطيب